جميع المحلات مغلقة، حتى الساكنة هي كنشوفوا أفواج ديال المواطنين متجهين للمساكن ديالهم، باش أن تكون الساعة 9 يكون كلشي في المنازل ديالو طبقا القرارات الحكومية. المغرب الآن هنا حدا السوق الأسبوعي، هذا سوق الجملة ديال العرائش، سوق الجملة الفواكه بالجملة، جميع المحلات مغلقة. إلا بعض الأماكن هنا اللي باقي بعض المتجولين، أما جميع المحلات مغلقة 100% على صعيد شارع عقبة بن نافع. هنا المنطقة ديال الكودية، قابل المقاطعة ديال الكودية، جميع التجار وأصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم والعطارة مواد غذائية، الكل مغلق. لاراش أنفو وجدوا أمام مقاطعة الحضرية. لاراش أنفو كنتواجدوا بشارع عقبة بن نافع، بالضبط منطقة جنان باشا. كل المحلات مغلقة، مع الآن الساعة كنت تشير إلى 8، جميع المحلات مجددة. اليوم الثاني من بعد القرار ديال اغلاق المحلات ينزل. جميع الساكنة لمدينة العرائش كتوجه للمنازل ديالها. الأفواج كلشي الآن كلشي كيزرب باش أنه يلتحق بالمنازل ديالهم قبل الساعة 9 طبقا القرارات الحكومية. كلشي ملتزم بالقرار ديال حكم الإغلاق الساعة 8. اليوم الثاني لا صدر القرار ديال الإغلاق، ندخلوا دابا المنطقة ديال التزيئة الخضراء مع سوق الحد. جميع المحلات ملتزمة بالقرار الحكومي بالإغلاق للساعة 8.
جميع المحلات مغلقة، حتى الساكنة هي كنشوفوا أفواج ديال المواطنين متجهين للمساكن ديالهم، باش أن تكون الساعة 9 يكون كلشي في المنازل ديالو طبقا القرارات الحكومية. الآن هنا هذا السوق الأسبوعي، هذا سوق الجملة ديال العرائش، سوق الجملة الفواكه بالجملة، جميع المحلات مغلقة. إلا بعض الأماكن هنا اللي باقي بعض المتجولين، أما جميع المحلات مغلقة 100% على صعيد شارع عقبة بن نافع. هنا هي المنطقة ديال الكودية، قابل المقاطعة ديال الكودية، جميع التجار وأصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم والعطارة مواد غذائية، الكل مغلق. لاراش أنفو، وجدوا أمام المقاطعة الحضرية.